وللمزيد حول تهديد إيران الملاحة في الخليج العربي ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن المتخصص بالشأن الإيراني محمد المذحجي. أهلا بك سيد محمد. بداية وفي أقل من شهر وللمرة الثانية إيران تصادر ناقلة نفط في مياه الخليج العربي بذريعة أنها تحمل وقودا مهربا. السؤال هنا، كيف تقرأ هذه القرصنة الإيرانية في مياه الخليج العربي وبواعثها؟ سيد محمد تحيات. تفضل. نعم، في البداية تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين. طبعا إيران تحاول أن تضغط على هذا الملف حتى تحصل على بعض الامتيازات فيما يتعلق بالمفاوضات التي من المقرر أن تبدأ نهاية هذا الشهر في أوروبا مع الجانب الأوروبي، وتستخدم هذه الورقة للضغط على هذه الطاولة. لكنه رأينا قبل أقل من شهر حينما إيران حاولت أن تصدر نفطها إلى الصين من خلال ناقلة نفط فيتنامية، الجيش الأمريكي أعاد هذه الناقلة لإيران وأرغمت على تفريغ حمولتها، وبعدها تم السماح لها أن تغادر المياه الإيرانية. ولكنه الرواية الإيرانية عكس ذلك تقول وتكذب إيران كعادتها. والآن إيران تحاول مرة أخرى أن تقول بأنها يمكنها أن تضغط على هذا الملف. نعم سيد محمد، كما تعلم فإن عملية اليوم تأتي بعد ساعات من تسليم الرئيس الأمريكي جو بايدن مهامه الرئاسية لنائبته لظرف صحي طارئ. السؤال، هل من رسالة ما أرادتها إيران برأيك من عملية مصادرة ناقلة النفط في الخليج؟ نعم، المشكلة هي ليست في إرادة إدارة بايدن لإلغاء العقوبات على إيران، المشكلة في أن المؤسسات الدولة الأمريكية الأخرى مثل الكونغرس أو الجيش الأمريكي أو الأجهزة الأمنية لا تريد تخفيف العقوبات دون انتزاع امتيازات معينة من إيران. مثلا تيد كروز السناتور الشهير من ولاية تكساس قال أن خلال الانتخابات القادمة الحزب الجمهوري سيعيد السيطرة على الكونغرس بمجلسيه الشيوخ والنواب في شهر شباط فبراير القادم، وأنهم سيلغون أي توافق توقعه إدارة بايدن مع إيران. وهذا الدليل الآخر الذي يدفع إيران باتجاه التصعيد والمزيد من القلق، لأنها لا ترى أي ضمان في أي توقيع من قبل إدارة بايدن على أي توافق. إلى سؤال جديد سيد محمد، يعني وزير الدفاع الأمريكي من جهته صرح أيضا بأن بلاده ستعمل على تعزيز الردع ضد إيران وحماية ممرات الملاحة. كيف يمكن فهم ذلك في ظل حديث دوائر داخل الكونغرس بسحب تفويض بايدن إرسال قوات أمريكية خارج الحدود؟ طبعا هذا التفويض او منع الاداره لارسال قوات هذا مطروح منذ زمن بعيد من قبل الحزب الديمقراطي، لكنه ان لاحظنا الى خريطه استشاره القوات الامريكيه في المنطقه، الولايات المتحده والجيش الامريكي لديه ما يقارب 49 قاعده اطراف حدود ايران، وهذا لا يغير اي منع اخر، لا يغير من توزيع وانتشار القوات الأمريكية على الأرض. وأيضا هناك حديث عن مباحثات خليجية أمريكية حول عقد شراكة استراتيجية بين الولايات المتحدة وهذه الدول، خاصة الإمارات المتحدة العربية، على قرار ما تم التوقيع عليه بين أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة، المعاهدة التعاون الاستراتيجي الأمني العسكري. فنرى أن القلق الإيراني وارد بهذا الجانب، لأن الولايات المتحدة تعمل على تطويق مياه المنطقة ضد إيران أو ضمان حرية الملاحة في المنطقة. والحديث عن شراكة الهند وإسرائيل في هذه المعاهدة الاستراتيجية التي المباحثات جارية بشأنها منذ عدة أشهر بين الجانب الخليجي والجانب الأمريكي، فأيضا يمكن أن نفهم التصعيد الإيراني الأخير في هذا الإطار ونفسره
بأن هناك مباحثات قد اقتربت نعم. من صفقة معينة بين الجانب الخليجي والأمريكي، بالنتيجة جانبي سيد الخليجي محمد، والأمريكي. بالنتيجة يعني كيف ترى مستقبل أمن الملاحة في الخليج ومن ثم أمن الطاقة في ظل هذه القرصنة الإيرانية المستمرة من دون رادع حقيقي؟ الحقيقة أنا لا أرى أنه بإمكان إيران أن تفعل شيء أو تؤجج هذا الملف أو تؤثر عليه كثيراً، إلا بعض الاستفزازات هنا وهناك. ما شاهدناه خلال العامين الماضيين، إيران حاولت أن تستفز لكنها لم تستطع أن تنتزع امتيازات معينة كما تريد أو كما تنوي، وهذا الملف لا يخدم إيران، لأنه أي تصعيد في هذه المنطقة وخاصة أن الداعم الرئيسي لإيران هو الآن الصين، والصين تحصل على جزء كبير من النفط والغاز من منطقة الخليج العربي، فأي تصعيد في هذا الملف أيضا يضغط على الصين الداعم الرئيسي لإيران، وأن الولايات المتحدة أيضا الآن في صراع مع الصين، وهذا الصراع معروف للجميع. فإذا الضغط على هذا الملف له حدود معينة، ولا يمكن لإيران أن تذهب بعيدا، لأن باقي القوى العظمى التي تدعم إيران مثل الصين وحتى بعض الدول الأوروبية منتفعة من الاستقرار في منطقة الخليج، فأنا لا أرى أن إمكانية كبيرة لإيران أن تذهب بعيدا في هذا الملف. المتخصص بالشأن الإيراني محمد المذحجي كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.